اول حاجه السلام عليكم. بعد اليوم مقابله الديربي كما كش عارفوا الوداد لا الرجاء خرجوا موسم صفري والفرق بجوج كيطمحوا انهم فهمتي ما يخرج موسم صفري ويحرز واحد اللقب. وجهه النظر ديالي من هذا الماتش، كان اول حاجه ما عنديش وجهه نظر، كنتمنى الرباح الفرقه ديالي فهمتي، وكنتمنى اللعاب يكون معنويات عندهم طالعه، وان شاء الله الفوز تحقيق انتصار وتاول في نادي الكاس العاشر ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه كنتمنى الفوز لفريق الرجاء البيضاوي اللي هو احسن فريق في المغرب بالالقاب ديالو وبالبالماريس ديالو وكل ميور غان، ولكن انا بويسكو راني رجاوي نبغي الرباح الفريق ديالي، حيت حنا فهمتينا حنا الطبقه الفقيره والطبقه الغنيه او ميم طون، حيت حنا اللي كان بلو فور عليهم، ونتمنوا الرباح لفريق الرجاء واحسن فريق هو الرجاء. وتحيه كبيره للجرين بوز والترا ايجل. السلام عليكم. وكما كتشوف التنظيم كان بان ليا زوين حتى الساعه هذه والامور غاديه بسلاسه، ان شاء الله نتمنوا الماتش يدوز سوا بخير ونشوفوا كره وان شاء الله نربحوا. الرجاء بغينا تربح ان شاء الله بشي نتيجه وندوزوا للفينال ان شاء الله. ضروري حنا بغينا نخرجوا ان شاء الله بلقب وندوزوا للكاف، وديك الساعه نشوف واش كاينه شي بوسيبيليتي ندوزوا للكوب دي موند ديال الانديه، وهما غيدوزوا بزيرو لقب. السلام عليكم، اش اخباركم؟ كلشي مزيان. نواشر المباركه اليوم فريق الرجاء البيضاوي هيلعب مع الوداد الغريم، ان شاء الله نتمنوا مقابله تدوز في اجواء رياضيه مزيانه وروح رياضيه مزيانه، ونتمنوا هذا الغياب ديال هذه السيمانه هذه ديال عدم المنافسه ديال الفريقين بجوج ما ياثروش على المباراه والريتم ديال المباراه. والحمد لله حنا كرجاويين نازل درب السلطان باش نتوف ملفين بالرباح، لا اهدافان مسجله لا رقم قياسي، حنا ديما فايتين الوداد ونتمنى لهم توما الخير ان شاء الله. وعاش اخويا ان شاء الله غنضربوهم شي 2-0 ونصيفطوهم في حالاتهم فهمتيني، ونديو باش يشاركوا في الكاف ان شاء الله. يعني كنقولوا باش تشارك العام الجاي في شي منافسه قاريه فهمتي، وغنضربوهم ان شاء الله اليوم ديما راجع وكاع الوداد صافي.